أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم همسات في حياتنا. برحب بحضراتكم طبعا في الموسم الجديد، ويسعدني أن يكون معايا في الموسم الجديد صديقي الإعلامي الخلوق الدكتور محمد الغرباوي. أهلا بحضرتك يا اهلا دكتور. بيكي، انا مبسوط جدا ان انا معاكي النهارده، او اللي انا هبقى مكمل معاكي ان شاء إن الله. شاء الله بإذن الله. في المناسبه دي بس في مقدمه صغيره كده كنت حابب اقولها اتفضل. للمشاهدين. همسات في حياتنا بتحيينا، بتحلي الايام في عينينا، بتخلي المستقبل بينا يصبح موجود. همسات بتفرح ما تبكي، تبني المستقبل او بتبني، تمسك في ايديا ولا تسيبني في طريق مسدود، تكتر افراحنا في ضواحينا وتجمل الايام في عينينا من اسوان ولسينا ولحد ما نموت. كل سنة وكل ثانية وكل مشاهدينا بخير يا رب، وإن شاء الله نقدر نساعدكم ونساعدكم ونقدر ندخل كل البيوت يا رب إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب، وأنت ونورت أيوة برنامج همسات في ربنا حياتنا، يخليك يا رب. نورت قناة الصح والجمال، وأنا عن نفسي سعيدة جدا بتواجدك معايا. منورة بيك. ميرسي. يعني نتكلم النهاردة، الحلقة بقى بتاعتنا النهاردة، النهاردة اخترنا اتكلمنا أنا وأنت النهاردة عشان نختار الثقة بالنفس اللي نبدأ بيها النهاردة. تمام. بس كنت حابب بقى أسمع منك النهاردة، يعني تعرفها من حضرتك دكتورة، ده تخصصك. أنا هتكلم على الثقة بالنفس من وجهة نظر علماء علم النفس طبعا. الشخص الواثق من نفسه هو الشخص اللي عنده قدرة ان هو يدرك استعداداته، يدرك مهاراته، عنده ادراك ازاي القدرات اللي جواه دي، ازاي يستغلها، ازاي يوظفها، ازاي لما يتحط في موقف معين او حدث معين ازاي يتعامل معاه ويبقى عنده سرعة بديهة ويكون عنده استعداد ان هو يستغل كل امكانياته دي ويظهرها ويوظفها صح، ويوظفها بشكل صح. او ممكن بشكل اوضح اقول ان الثقة بالنفس هي كل اللي بتعكسه امكانيات الفرد وقدراته بالنسبة للاعتماد على نفسه، بالنسبة ان هو يحقق احتياجاته، ان هو يتقبل ذاته، او هو الشعور، هي الشعور اصلا اللي ممكن نقول ان هو بيدي للفرد احساس بعلو قيمته امام الاخرين. يعني الثقة بالنفس دي طبعا بتظهر في كل حاجة بيعملها، في حركاته، في كلمات الشخص، في تمام. اي موقف طبعا بيعمله، بيكون مش همه اصلا الاخرين او اللي حواليه، ما بيخافش ان اي حد حواليه ينتقده، او ما بيخافش رد فعل اي حد لتصرفاته. بيكون الشخص ده اصلا شخص واثق من نفسه، ده شخص اصلا بيحترم وبيقدر ذاته، عنده تقدير لذاته، عنده حب لذاته، دايما ما بيحاولش يعرض نفسه للاذى، عنده قدره على اتخاذ القرارات، وفي اي موقف مهما كان الموقف اللي بيمر بيه ده موقف صعب، بيقدر دايما يحط ايده على نقاط القوة اللي في شخصيته ويحاول يستغلها، ويحط ايده على نقاط الضعف اللي عنده برضه ويحاول ان هو يعالجها. هقولك على حاجة، في حياتنا كتير بنحتاج عكاز في حياتنا، يمكن الثقة بالنفس دي أهم عكاز ممكن احنا نتسند عليه في حياتنا. طبيعتي أو طبيعة حضرتك أو طبيعة السادة المشاهدين، لما تشتغلي مع ناس أو تتولدي وسط أسرة أو ليكي حتى أصحاب أو شلة، دايما تحسي في ناس بتقلل منك، في ناس بتحبطك، غيرة بقى منك، تفكير سيء منهم، لدرجة إنك لو وقعت حاجة بسيطة جدا 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 ممكن يوصفك إنك خلاص، يعني إنك فاشل، وإنت فعلا بتبقى اتأكدت إنك فاشل، او على راي الاستاذ غسان مطر لما كان بيقول لك انك لوزر. حاجه كمان، الثقه بالنفس يعني ده اهم هديه انا ممكن اديها لاي حد، لما بتهديه بيها تدير طاقه ايجابيه، ده فعلا بتوصله لمراحل جميله جدا في حياته، ممكن تساعده اللي هو يتنقل من مكان لمكان، يعدي البحر زي ما بيقولوا. عشان كده الدول العظمى دايما زرع في شعوبها كلام جميل قوي. امريكا الشعب الاول في العالم، المانيا الجنس الاري اللي هو مفيش اشرف منه، اليهود زي ما احنا عارفين كده شعب الله المختار، وبريطانيا كان دايما تقول يا جماعه احنا الامبراطوريه اللي تغيب عن الشمس، ليه؟ عشان الاحتلال اللي كان موجود. فالناس دي فعلا زرعت في شعوبها وساعدتهم بالموضوع ده. طب احنا اتكلمنا عن الثقه بالنفس وايه هي. يعني انا لو عندي حد في البيت مثلا، او انا شايفه ابني، او عندي طفل مراهق، او حد في البيت حاسه ان هو عنده عدم ثقه بنفسه، عنده ضعف في شخصيته او في نفسه، ازاي انا اقدر ابني ثقتي بنفسي او ثقه حد عندي بنفسي؟ اول حاجه يعني شافوها علماء النفس قالوا صوره الذات. يعني ايه صوره الذات؟ يعني انا دايما اقول صناعه نفسي بتبدا مني، يعني هتصنع نفسك بتبدا منك. صناعه الذات بتبدا من الذات نفسها. يعني انا علشان اقول ان انا عندي ثقه بنفسي فلازم اكون انا راسم صوره لنفسي وشايف نفسي بطريقه معينه، او انا حاطط ايدي على الايجابيات اللي في شخصيتي،
علشان ابني شخصيه قويه واثقه من نفسها لازم يكون عندي تصور ايجابي لنفسي، هبني نفسي من خلال حبي لذاتي. زي ما انا قلت من شويه ان الشخص الواثق من نفسه ده شخص بيحترم وبيقدر ذاته، فاقول هبني نفسي من خلال حبي لذاتي، من خلال تقديري لشخصيتي، تقديري لذاتي. انا عارف ان اي وضع او اي موقف هتحط فيه انا عندي القدره ان انا هخرج منه، وهخرج منه بقرارات مش قرارات اندفاعيه، لا هخرج منه بقرارات سليمه. لازم كل حد فينا يعرف ان كل شخص ليه ايجابيات وليه سلبيات، يعني مفيش حد فينا ليه مميزات بس، لا كلنا لينا مميزات وكلنا لينا عيوب. بمعنى ان كل حد فينا عنده نقاط ضعف وعنده نقاط ايه قوه. الشخص الواثق من نفسه هو اللي بيبدا يدور جوه شخصيته وبيحط ايده على نقاط القوه اللي في شخصيته وبيحاول يستغلها، وبتظهر قوي في المواقف الصعبه اللي بيعدي بيها، بيحط ايده على نقاط الضعف برضه وبيحاول ان هو يعالجها. يعني هو لما بيشوف نقاط الضعف عنده هو مش بيزعل ان هو في عنده حاجه معينه او قصور في حاجه معينه، لا هو بيحاول دايما يحط ايده على القصور اللي عنده ويعالجه. يعتبر ده سر من اسرار نجاحه، تقديره لذاته وفهمه لشخصيته. كمان من اهم عوامل بناء الشخصيه التواصل مع الاخرين، يعني كل ما زادت معرفنا فبيزيد التواصل بيننا وبينهم، بتزيد الثقه بالنفس، لانه من خلال التعامل مع الاخرين بنلاقي ايه، احنا بنعلمهم وبنتعلم منهم، بنؤثر فيهم وبنتاثر، صح؟ وبالتالي بتدرب شخصيتك على التفاعل وبتصبح الشخصيه اكثر ديناميكيه. انا مبسوط جدا بالكلام اللي انا بسمعه منك، طبعا ده تخصصك يعني، تمام. بس في سؤال عايز اساله، يعني دايما الثقه بالنفس بتبقى مكتسبه ولا اقدر ان انا اكتسبها مع الوقت؟ لا تقدر تكتسبها مع الوقت، بس اظن في بتبقى حاجات منها مكتسبه اللي انا اتربيت عليها. والدي اداني الثقه، شغلي اداني الثقه، صحابي دايما بيشجعوني. بس تقدر تدعمها لنفسك، ما احنا بنقول اهو مكتسبه، ان انت تقدر. مش صحابك بيشجعوك؟ يعني صحابك بيزودوا لك ثقتك بنفسك؟ اكيد بيلعبوا على النقطه دي، او دايما واثقين في امكانياتك. تمام. بيبقوا ضعاف الثقه دايما بيبقى عندهم علامات كده معينه دايما بتبان عليهم في التفكير بتاعهم، دايما تلاقيه مش هقدر، مش هينفع، مش هعرف، مش هوصل. بقى توتر بقى وقلق ده في الافعال، تمام، لكن في التفكير هو في دماغه لا انا مش هوصل، خلاص انا مش هجرب. في الشعور بتاعه دايما زي ما حضرتك بتقولي القلق، الاحباط، التوتر، عارفه دماغه شغاله بس شغاله بطريقه سلبيه. في السلوك بقى حدث ولا حرج، اللي هو دايما متردد، دايما سلبي، دايما مشكلته اللي هو لما انت اتغير لا. طب احنا قاعدين مثلا في ميتنج او بنتكلم في حاجه، طب قول لا، طب اعمل لا، هو دايما خايف، بيبقى محتاج الثقه بالنفس. بس اظن لما انا اجي اتعامل مع الناس دي، يعني بما ان تخصص حضرتك الصحه النفسيه، الطبيعي ان انا ابقى عارف الهيستوري بتاعته القديمه، صح؟ البيت السبب، الشغل، حياته ايه، يعني ازاي اصلا اتعامل معاه، لازم ابقى عارف، لان اكيد كل واحد ليه طريقه تعامل معاه في الثقه بالنفس، مش كل الناس ينفع معاه نفس الطريقه، صح؟ صح طبعا اكيد. طب يعني ايه المقياس بتاعه، ايه المقياس اللي انا لما اجي اتعامل مع الناس دي هتفرق فيه معايا، اللي انا اعرف الهيستوري بتاعه من القديم، لو بيت، لو شغل، لو موقف عادي، لو جواز. ناس كتير قوي بتطلع من جواز دلوقتي فقد الثقه من النفس، سواء الولاد او البنات، يقول لك انا مش هدخل اقرر التجربه دي تاني، لان انا واثق 100% اصلا الناس كلها زي بعض. هتفرق في ايه ان انا اعرف القصه القديمه بتاعته؟ تمام. الو، السلام عليكم. السلام وبركاته. اهلا ام رحمه، نورتيني. لو سمحتي معي سؤال. اتفضلي. معايا بنتي لسه في المدرسه في المرحله الابتدائيه، دايما بتقارن نفسها بزميلاتها في المدرسه. انا لسه كنت هتكلم على النقطه دي دلوقتي فورا، اتفضلي. او بتقارن نفسها باخوها في البيت، انت بتعاملي اخويا احسن مني، انت لا فهم. ليه المدرس بيعامل صاحبتي دي احسن مني مع ان هي بتطلع من الاوائل؟ تمام. فدايما حاسه نفسها اقل من زميلاتها، دايما تجد صاحبتي بتقول لي مش عارفه ايه فيكي غلط، ايه فيكي مش، دايما حته المقارنه دي بينها وبين زملاتها. تمام. هي فعلا النقطة دي هي اللي كانت جاية وكنت لسه فعلا هتكلم عليها، فتابعي معانا كده هرد على حضرتك. هرد على حضرتك حالا.
يعني انا لسه كنت بقول ازاي نقدر نبني الثقة الثقة. بالنفس عندي لو عندي طفل مراهق في البيت او لو عندي ابني او انا نفسي، لو انا حاسة ان في حاجة في شخصيتي مش مظبوطة ازاي ان انا ابني ثقتي بنفسي. لو انا هتكلم من ناحية الاطفال او يعني حد احنا بنتعامل معاه في البيت، حتى ممكن يكون في زوجة ومعاها زوج اصلا ضعيف الشخصية، هاي يعني هي ممكن تكون بتظبط شخصية زوجها يعني، تمام. او العكس، او زوج شخصية زوجته هي اللي ضعيفة وبيحاول ينمي عندها قدرات معينة. يمكن من أبشع الحاجات أو أسوأ الحاجات اللي بتحصل المقارنة، يعني إن إحنا مقارنة نفسنا. لازم يكون، أنا لسه قايلة من شوية إن كل حد فينا عنده عيوب وعنده مميزات، ما فيش حد كامل، بس يجوز أنا العيوب اللي عندي غير مثلا عند دكتور محمد، أو المميزات اللي عندي تختلف عن اللي عند دكتور محمد، بس المسلم بيه واللي احنا متفقين عليه إن كل حد فينا عنده عيوب وعنده مميزات. مميزات. حتة المقارنة دي فعلا بتوصلنا لضعف الثقة بالنفس، وإن يبقى حاسس ان انت فيك حاجه مش مظبوطه، حاسس ان في نقص في حته معينه، بتعمل لك خلل في موقف معين بتتعرض ليه. ام رحمه دلوقتي بتسال بتقول بنتي دايما بتقارن نفسها، لا انت حاولي بقى وانت قاعده معاها في البيت انت تدعميها نفسيا. لا انا شايفه انت عارفه انت مثلا كنت النهارده مع اصحابك، انت كنت احسن حد فيهم، انت في الهوم ورك لما عملت الهوم ورك بتاعك انا حاسه ان انت، او الميكس بتاعتك قالت لي ان انت كنت كويسه ودرجاتك كويسه، لا انا فرحانه بيكي، انا مبسوطه بيكي. بتبداي تبثي فيها روح الثقه بالنفس. احنا مش لسه حضرتك بتقول دلوقتي ان احنا ممكن اكتسبها اصدقائي يدعموني بالثقه اه طبعا بالنفس؟ اه طبعا طيب دول اصدقاء، فما بالك يعني ماما في البيت؟ يعني احنا بالنسبه لاولادنا يعني احنا يعتبر الضوء اللي بينور لهم طريقهم. فحضرتك الدور اللي عليكي ان انت تفضلي تدعميها نفسيا، تحسسيها بنفسها، تحسسيها بذاتها، دايما تبرر لها او تعرض لها مميزات شخصيتها. حاولي تتجنبي شويه ان انت تقولي لها انت ما بتعمليش، انت فيكي حاجه غلط، انت اتكلمتي الموقف ده غلط، انت كانت طنط بتكلمني وانت دخلتي في الحوار، انت عملتي كذا واحنا عند تيتا المفروض الموقف ده، يعني حاولي تتجنبي شويه العقاب، حاولي تتعاملي باسلوب التعزيز، التعزيز الايجابي، يعني هتعمل حاجه كويسه هتدعميها معنويا بكلام كويس، او هتدعميها ماديا ان انت هتاخديها تفسحيها فسحه كويسه، هتجيبي لها هديه كويسه، هتحسسيها بذاتها اكتر. كل ما تعمل موقف كويس تعملي لها حاجه كويسه هي نفسها هتبقى فرحانه، فهتحاول تظهر امكانيات شخصيتها قدام مامتها، صح كده؟ هو في بس في نقطة كمان، اللي دايما لما بيجي تعنيف، التعنيف بيبقى قدام ايه؟ قدام الأغراب أو قدام الأخ الصغير اللي هي لسه بتتكلم، اللي هي بتقارن بينها وبين أخوها الصغير. أنا ما ينفعش إن أنا لما أجي أعنف طفل أعنفه قدام حد كبير أو حد غريب أو أخوها التاني، أو أقول لها بصي ده أخوكي عمل كذا. لا، لما أنت تيجي تعنفيها خديها على جنب، بلاش قدام الناس، لأنك أنت بتكسري ثقتها بنفسها أو بتكسري شخصيتها بالكامل. وده المشكلة اللي إحنا بنواجهها. تلاقي أب مثلا ماشي مع ابنه عمل خطأ، تك قدام الناس، تك قدام قرايبه، ما بيتفهمش، اللي هو خلاص هو فاهم كده اللي هو بيعلمه. دي بقى المشكلة اللي هي فعلا تحاول تلعب عليها، وما تحطهاش في مقارنة، ما تقولهاش كوكي عمل. هو ده اللي بنقوله، بنقول بلاش المقارنة. انا دايما كنت اقول للامهات اللي هي بتتواصل معايا ان انت لو عندك طفل حتى لو عمره 7 سنين وجيتي جبتي بيبي، اتعاملي مع الاتنين على انهم بيبي، صح؟ لان حتة التفضيل دي او حتة ان انت تهتمي بالبيبي بتاعك وتسيبي الكبير، فبيبدأ يحصل له مشاكل بقى كتيره، بقى مشاكل كتيره، مش لازم ثقه بالنفس، ثقه فقد ثقه بالنفس، وندخل في انطواء وعزله وتبول لا ارادي، ومشاكل نفسيه كتيره جدا بتيجي من ورا ان تهتم بالبيبي الصغير او الطفل، او في بعض الاسر بتهتم بالولد وما بتهتمش بالبنت، ودي ده مشكله حقيقة فعلا كبيره بتحصل، يعني. صح. طبعا لازم حضرتك تدعميها بقى، تشوفي ايه الهوايات اللي عندها، تحاولي تشوفي لها نشاط رياضي، تكون عايزة او بتحب حاجة معينة، بتحب تمارس رياضة معينة، بتحب تمارس حاجة هواية معينة، موسيقى معينة، فدي كلها طبعا يعني كل ما بتتعامل مع اشخاص اكتر من حدود البيت فبتزداد ثقتها بنفسها اكتر. حقيقي النجاحات، يعني النجاحات عامة اللي هي بتعملها، عارفة انت ممكن يبقى الطفل عامل حاجة بسيطة قوي في البيت، فانا اقول له الله جميل حلو زود مبسوطة بيك الكلام ده كله، فهي تحاول تعزز ثقتها بنفسها زي ما انت قلتي من اقل حاجة هي بتعملها.
فلا انا مبسوط جدا بالاتصال ده. بس وانت بتتكلمي عن الاثنين بيبي زي بعض افتكرت الحديث اللي احنا كنا بنتكلمه دلوقتي بتاع البيبي الكبير والبيبي الصغير قبل الحلقه على طول. عامه في الثقه بالنفس كل انسان ما يحاولش ان هو يتغرب بفلوسه او بشكله او بجماله او بوسامته، طيب لان كل الحاجات دي ربنا اديها لك وممكن قادر اللي هو ياخدها منك في اي وقت. عشان كده دايما خليك انك بتثق بنفسك بافعالك تربيتك اخلاقك. في نفس الوقت الكلام ده الرجاله حاول تسيب الدلع للاطفال، مش هقول للبنات لان احنا كلنا بنحاول دلوقتي اللي احنا بنخلي البنات تبقى 100 راجل وانها فعلا تبقى شايله المسؤوليه. تمام، معانا اتصال ولا ايه؟ الو، السلام عليكم. اهلا استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذه؟ الحمد لله بخير بخير. انا عندي 20 سنه وفاقد للثقه بالنفس. تمام. معايا حضرتك؟ معاك، مع حضرتك، اتفضل. انا عندي 20 سنه اتفضل. وفاقد للثقه بالنفس، ما عنديش ثقه بنفسي. طب بتحسها في ايه؟ بتظهر لك في موقف ايه؟ استاذ احمد. الو. ايوه مع حضرتك، اتفضل. اتصال اتقطع. واحنا طبعا انا مش هختم الحلقه النهارده طبعا، انا هسيب الدكتور محمد هو اللي يبتدي طبعا بختام الحلقه طبعا، لان هو منورني النهارده في الحلقه بتاعتي. ربنا يخليك يا رب. فانا زي ما قلت لك كده، اللي انا فعلا عايز كل واحد يبص لنفسه ويبص لامكانياته وما يبصش لغيره. دايما حاول انك يعني تختم او تهتم بالموضوع ده. بس النهارده اللي انا عايز اقوله فعلا، انا كنت مبسوط معاكي، او اللي دي كانت البدايه النهارده بموضوع مهم جدا احنا بنتكلم فيه. واتمنى ان شاء الله المره الجايه يعني يبقى في مواضيع تاني ان شاء الله باذن الله. واحب اقول للمشاهدين بقى نقول لهم ايه؟ اتمنى طبعا يكون الموضوع عجب حضراتكم، واستنونا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد في برنامج همسات في حياتنا مع رشا الشيخ ومحمد الغرباوي. والسلام عليكم.